هكا بدات حكاية الإذاعة، هكا انطلقت الحكاية من التي اس اف عام 1925، وأول محطة إذاعية بدات في الكوليزي، وعام 1938 اندشنت إذاعة تونس البريدية. أسامي وأصوات تعدات، فما منها الحي وثم منها اللي مات. الطيب سكيك السيدة فاطمة سعدية الجزيري بالحسن بن شعبان الهادي التبربي، عثمان الغربي محمد حفظي محمود المسعدي عبد المجيد الشابي، عثمان الكعاك نور الدين بن محمود عبد العزيز العروي ناجية ثامر مليكة بن خامسة مصطفى خريف حسن الزمرلي جلال الدين نقاش وغيرهم. برشا أصوات مشات وتنسات، وبرشا أسامي قعدت في ذاكرة التونسي، ونغمة أصواتهم في وذني عمرها ما تنحات. نلتقي من خلال هذا المذياع العشيرة احترام الإذاعة التونسية معاك نجيب الخطاب وصحبه وبشرة الجمهورية التونسية. نبض الزمان وإيقاع العصر. الإذاعة الوطنية التونسية عشرة دائمة. إن شاء الله يومكم سعيد. باش نمشي للعميد السابق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني اللي طلب حق الرد في خصوص رجل الأعمال، أي في خصوص رجل الأعمال نصر علي شقرون اللي ياسين العياري كان ضيفنا الجمعة اللي فاتت وجبده فيما يخص تمويله الحملة الرئاسية لمحمد عبو، وكذلك يملك معناتها معمل بلاستيك وشريك وزير الصناعة الحالي اللي أمضى على قرار استعمال البلاستيك في مادة السماء في تعليب اي في الموضوع اللي يعلبوا بها في كرافته ولو يعلبوها في البلاستيك اربع دقائق كانت المداخله حسب حسبنا البارحه، فاربع دقائق حق رد للاستاذ العميد السابق سي عبد الرزاق الكيلاني. استاذ شرفنا اخويا، مرحبا بك. بخير بخير سي حاتم، مرحبا اخويا ليك ولرفيقتك وللمستمعين. شكرا على الاتاحه هذه باش نمارس حق الرد في حق المنوب نصر علي شقرون. تعرف اللي سياسين العياري الجمعه اللي فاتت معنا عمل حمله كبيره يدور من محطة لمحطة ويروج اللي القرار اللي اتخذته اللي اخذته وزارة التجارة، في الحقيقة هي وزارة الصناعة مع بعضهم، اللي يسمح باستعمال الأكياس البلاستيكية لنقل وتغليف الإسمنت. يقول اللي هذا القرار اتخذ لصالح معمل أو شركة بيوباك لتغليف الإسمنت التابعة للمنوب ناصر علي شكرون، وأن هناك مصلحة بالنسبة للوزير الصناعة إذ أنه شريك في الشركة هذه. الجواب سي حاتم نحب نقول اللي شركة بيوباك هذه التابعة لمجمع تروزاس التابعة للمنوب هذه تباشر نشاطها في ما تباشرش نشاطها في مجال البلاستيك التقليدي، هي تباشر نشاطها في بالعكس في مجال البيو بلاستيك اللي هو معناها يطور في موليكول من البلاستيك الحيوي القابل للتحلل، يعني هو بيو ديغرادابل، وهي المؤسسة الوحيدة في إفريقيا تقريبا اللي معناها مختصة في هالمجال هذا، وعكس ما يريد معناها ترويجه النائب ياسين العياري، فإن التكنولوجيا اللي مستعملة معناها من طرف هي من طرف شركة بيوتك هي صديقة للبيئة وغير ملوثة. ومشكلة العياري مع الأسف الشديد اللي هو عنده سوابق في جرائم القذف وهتك أعراض الناس، معناها أنه معناها هل الشركة هذه كما قلت هي صديقة للبيئة، والأدهى والأمر أنه الحجج اللي استشهد بها اللي هي يجي في وثائق ويقول هاي وثائق الشركة تدل على هذا، هي معناها بالعكس هي يعني تنص على عكس ما قالوا ياسين العياري، على خاطر المصنع اللي بعثوا ناصر علي شقرون يعني وروح بعث هذا المصنع وفلسفته هي استعمال البلاستيك، هي عكس استعمال البلاستيك العادي المستخرج من المواد البترولية والملوث، بل بالعكس هو استعمال
معناها مادة هي أغلبية تركيبتها يعني نباتية وهي بالتالي صديقة للبيئة. نعم. يعني هذا من جهة، من جهة أخرى أي. يعني بالرجوع إلى الوثائق يعني نتاع الشركة واللي سي ياسين العياري مع الأسف الشديد حبي غالط الرأي العام، فإن الوثائق هذه اللي هي التصريح نتاع لابي والقانون الأساسي إلى آخره هي تنص على أن معناها الـ 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 المصنع هذايا اختصاصه يعني صنع أكياس يعني اللي هي معناها صادقة للبيئة وغير ملوثة وقابلة للتحلل يعني في وقت يعني قياسي يعني في 6 أشهر. واضح واضح وصلت الفكرة، لكن خليني نسألك لأنه هو زميل كمال الجندوبي تقول لي ما صرح به زاد ياسين العياري يقول أنه ناصر علي شقرون هو شريك للوزير الحالي في المعمل هذا، هل هو شريكه في المعمل هذا ولا لا سيد عبد الله؟ شوف سي نعم سي حاتم، الوزير هو شريك بحصة تسوى دينار، كان شريك بحصة تسوى دينار على 30 مليون. يعني تعرف انت بالشركاء في الشركات الخفية الاسم من 7 دونك وقت عمل الشركة نتاعو سي نصر علي شقرون يلزمو 7، جاب سي صالح مقداد واعطاه حصة على 30 مليون، والحصة هذه سي حاتم فرط فيها معناها وقت يتعين وزير باعها سي مرغم انه غير ملزم بذلك. سؤال اخر، هل مول الحمله الانتخابيه الرئاسيه يقول ياسين العياري لمحمد عبو ووضع على ذمته مقر دون بشيخه من عنده معدات الكراء؟ شوف سي حاتم التمويل، تعرف التمويل يخضع للقانون. يعني اي شخص ينجم يمول اي حزب واي اي شخصيه سياسيه مترشحه. يعني اللي نعرفه سي حاتم اللي سي ناصر علي شقرون ما ينجم كان يمول او معناه يقوم بعمل الا تبقى للقانون. الموضوع هذا اللي قاعد يثير فيه سي ياسين العياري معناها هو في حقيقه الامر هي فرقعه احداث معناها محاوله لاحداث فرقه اعلاميه للاثاره السياسيه، وهو في الحقيقه سي ياسين العياري كما قلت مبكري عنده سوابق يعني تلفيق التهم باطله معناها باطلا للناس للحصول على بضعه اصوات وقت اللي هو سي حاتم نائب للشعب، وتعرف نائب الشعب وقت اللي يدخل للبرلمان يعني يؤدي اليمين ويحلف على القران باش يخدم الشعب بامانه وشرف. بحيث يعني اللي قالوا الكل مخالف للحقيقه هو كذب، هو هتك. واضح واضح وصلت الفكره. اخذين اكثر من 4 دقائق سي عبد الرزاق، لكن سؤال اخير، كيف تقول لي مناوبي سي شقرون في اعتبار انك دخلت في اجراءات لرفع قضيه بياسين العياري؟ بالطبع مش قضيه، مش كان سي نصر علي شقرون، ونقول لك راهو هذايا مجمع شقرون، هذا سي يعني يضم تقريبا عايش في 800 عائله مباشره، 1000 عائله غير مباشره، وتعرف هو معناها المجمع هذا يضم تقريب 16 شركة. نعطيك معناها رقم فقط، في سنة 2019 خلصت شركة تروزاس يعني شركة وحيدة فقط خلصت 24 مليون دينار معناها للأداءات وللصناديق الاجتماعية. واضح وتخدم في 1000 خدام. واضح، شكرا لك. شكرا لك سيد العميد عبد الرزاق الكيلاني على كل هذه التوضيحات. التوقيت انتهى، احنا نتلاقاو صابره غدوه باش نقابلك معنا معايا من 6 إلى 9 متاع الصباح انا وامل وبقيه الفريق. شكرا لكم على المتابعه والاهتمام، ان شاء الله يومكم سعيد، نستقبلوا بكل حب وسعاده قمر الغربي تقدم لنا موسى 9 صباح.